سيد غالب، شنو طبيعة علاقتك بأخوك عزة الشابندر؟ كعلاقة يعني يصير بيناتكم تبادل أفكار، تنصحه فيما يخص مواقفه السياسية، ينصحك فيما يخص مواقفك السياسية؟ أفكارنا مختلفة. نعم، أفكارنا مختلفة. أنا ميلي ديالكتيكي بروليتاري، هو عنده ميل خاص، يعني ذو ذوق خاص بالحياة باللبس، أنا لي ذوق الخاص الآخر يعني. أما الاختلاف بالسياسة فطبيعة عائلتنا هي طبيعة الاختلاف، يعني يا دوب تجد كليتنا نقف على رأي واحد، طبيعتنا يصير يعني. بيناتكم حديث ينصحك في قضايا معينة أو ينتقدك على قضايا معينة؟ لا أخفيك سرا ولا أريد أن أكون منافقا، لا ما يصير بيناتكم حديث؟ لا يعني في حدود 7 سنين 8 سنين لا ها ما بيناتكم علاقة هسه؟ ما بيناتكم علاقة؟ لا شنو سبب هذا الخلاف بيناتكم؟ أي الخلاف السياسي بالمنطقة بالشرق الأوسط ينعكس على الخلافات العائلية، العكس وهو هذا نقص يعني. وقد يكون مني وليس منه يعني. تفهم شلون؟ بس لا لا يعني مقتنعين أنتم بهذا الابتعاد اللي بيناتكم؟ السياسة بعدتكم عن بعض؟ السياسة والاتجاه ونوع الاتجاه بالحياة.